كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اولا حركه الشباب الاخضر يعني منذ مده ليست بالطاوله وهي تتابع واحد الرده على مستوى غابه مدينه طنجه والمساحات الخضراء ديالها وانتهاكات لطاله عدد من الغابات منها غابه الرهراه السلوقيه الغابه الدبلوماسيه غابه حماره ومؤخرا واليوم تابعنا الجريمه اللي بدات في الصباح الباكر في غابه الرميلات واللي طالت اجزاء منها يقال انها بملكيه احد الاشخاص. هذه الغابه هذه اليوم تابعنا اضافه يعني الى جانب ساكنه مدينه طنجة اللي رفضت هذا الفعل هذا اللي يعني طال واقتلع مجموعه من الاشجار بهدف بناء مشروع سكني للفيلات. احنا كحركه الشباب الاخضر نستنكر اولا استهداف المساحات الخضراء، ثانيا خرق القانون، ثالثا كيف ان هذا المنعش العقاري او مالك الارض استفد من رخصه في مساحه يعني غابويه شديده الكثافه كما يريد في تصميم التهيئه. احنا كحركه الشباب الاخضر ملتزمين امام ساكنه مدينه طنجة بحكم المسؤوليه ديالنا منذ التاسيس بالقيام جميع الخطوات النضاليه المشروعه من اجل اولا وقف هذا المشروع هذا، ثانيا من اجل وقف هذه الرده اللي تحدثنا عليها في مدينه طنجة واللي وقع في مدينه طنجة واللي كطال مجموعه من الغابات. ثانيا حركه الشباب الاخضر عازمه اليوم على اصدار بيان بهذا الشان يهم يعني الغابات والمساحات الخضراء في مدينه طنجة. سيتضمن مجموعه من المواقف والخطوات النضاليه من اجل وقف التدهور هذا وهذه الانتهاكات هذه اللي باتت تستلزم من ساكنه مدينه طنجة ومن الفعاليه ديال المدينه الجاده وقفه رجل واحد من اجل يعني وقف الانتهاكات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.